صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا بكم الناس كل، وشكرا على اختياركم قناة الحوار التونسي باش تابعونا في حلقة جديدة من برنامج الحوار ويكاند. كما كل سبت وحد برشا مواضيع نحكيو فيها، اللي تهم صحتكم، تهم التغذية، تهم مواضيع في علاقة بصحتنا النفسية زادة، وبالطبيعة لافاريات الممتازة لي بون بلون تلقاهم موجودين عندنا. من المواضيع اللي باش نحكيو فيها اليوم موضوع يهمنا الناس كل، هو المكملات الغذائية. الكلنا اللي ناخذوا في المكملات الغذائيه، ولكن هل نستعملوا فيهم بطريقه صحيحه؟ ما مدى النجاعه نتاعهم؟ كيفاش نجموا نستخدموهم حتى تكون طريقه ايجابيه؟ هذا الكل باش نعرفوه مع بعضنا من بعد شوي. وبالطبيعه الكوزينه البنينه تكون مع الشيف نتاعنا، الشيف سيد، يقولوا له صباح الخير شيف. صباح النور عافيه. صباح الخير يا شيف. مرحبا بك. سافا. سيد المشاهدين الحوار التونسي، سافا؟ ايوه. قول لنا اليوم شنو عندنا في المنيو نتاعنا؟ اليوم باش نعملوا فطيره محشي، مزبوطه شويه، البولي هاشي. تري بيان. البلا برينسيبال نتاعنا باش نعملو لازانيا، فيوند هاشي، وليغوم باش نعملو كورجيت وبرجين مع بعض. ايتاج بايتاج. باهي. في الديسير باش نعملو كيك شوكولا، فورم مزيانة على الاخر، كريمة تارتيني نوازيت، ونزينو ببيت شوكولا. الله الله، برشا جو في المنيو نتاعنا اليوم مع الشيف سيد. باش نبداو؟ نبداو بالفطيرة نتاعنا، فطيرة المحشية. نجيبوا الفرينة نتاع رندا نتاعنا سبيسيال بيتزا. داكور. باش نعملوا بها العجينة نتاعنا. دونك باش ناخذوا الفرينة سبيسيال بيتزا نتاع رندا، هي اللي باش نعملوا بها العجينة نتاعنا. لي فرين هذوما سبيسيو نتاع رندا الكلهم نجموا نعملوا بهم برشا حاجات هاكا منوعت لنا هي. تقريبا شطر الحل معناها موجود، شطر الغوسيت، ولكن ما نستغناوش على لي زاستيوس نتاعك والروسيتات نتاعك شيف. اون بليس هذا الباكو يبدا مكتوب عليه روسيت نتاع بيتزا. بالضبط، هاكا يعاون معناها. وزاد حاجه باهيه في الفرينه نتاع رندا اللي هي سبيسيالمون بالحق ما تلقاش في فرينه اخرى تونسيه، فيها المحسن عافيه، فهمتني؟ الاميليوغون هذا. اميليوغون، دونك هذا ينجح لنا انواع العجينه اللي باش نعملوها الكل. والبات هوموجين ومحلاها وطريه وما تقطعش. حتى كي تحلها فين على الاخر ما تقطعلكش. باش ناخذوا اللوفور نتاعنا نتاع فانواز. باش نحطوها في 200 مليلتر ماء دافي. ونحلوا تو الفرينه نتاعنا. لو طون هي تاخو اقل حاجه عفيف نورمالمون 5 مينوت، اما احنا نزربوا شويه مثال باش الخميره تخدم معناها تخدم ولا فهمت. ونزيدوها السكر، ديما نحطوا شويه سكر مع الخميره باش تعطي افيغي. فوالا شويه هكا سافا لا كونتيتي هذه. الملح ديما اخر حاجه، وبالطبيعه احنا علاش الملح اخر حاجه شيف؟ الخميره تخدم بالكدا، اخر حاجه نحطوا الملح. داكوغ. اوكي. باهي، ما نجموش نعملوا بطبيعه البيتزا لما ناخذوا الزيت صافي نتاعنا. ناخذوا زيت صافي الكولزا. دونك باش تستعمل زيت صافي الكولزا للفطيره نتاعنا، وبما انه زيت صافي يخمم فيك، هذه نصيحه ليك. زيت صافي وفر لكم برشا انواع نتاع زيوت، وهاكم قاعدين تشوفوا فيهم عندنا لهنا في البلاتو. اليوم باش نعطيكم كل زيت لشنو تنجموا تستعملوه وشنو المنافع نتاعو، باش تعرفوا بالضبط شنو تاخذوا. دونك زيت صافي يوفر لكم زيت الميس، التورنسول، الكولزا، الويل فيجيتال، والويل دو فريتور، موجودين في برشا أحجام من إيترا الخمسة إيترات اللي هو حجم اقتصادي وصومه الحقيقة معقول جدا. دونك الويل دو ميس غني بالفيتامين أو، وديما متعودين عليه من الملح للحلو. الويل دو تورنسول هي البرشا للماكلة في الفور وإلا لتطيب أبن أفطور. نجيو الويل دو كولزا اللي شايف تغرم به وسبق وحكينا عليه برشا. نزيد اذكركم وانه الويل دو كولزا راهو غيش بالاوميغا 3 والاوميغا 6، فيه الفيتامين او واستهلكه يوخر في مرض الزهايمر. الويل فيجيتال نطيبوا به، نصنفوا به، نفوحوا به، نعملوا به كل شيء. وعندنا بيان سور الويل دو فريتور اللي هو الزيت القليان نتاع الفريت، الكافتيجي، الفريكاسي، التقرميشه البنينه تلقاها مع الزيت هذايا، النظافه والبنه مضمونه 100% مع زيت صافي، بنه صافي يا شيف. يعطيك الصحة. باقيش حطيت انت زيت تا؟ انا مازلت ما حطيت زيت. مازلت ما حطيتش. ثلاثة مغارف كبار. ثلاثة مغارف كبار، ديما نأكد معنا ثلاثة مغارف كبار، ثلاثة وين نأكد عليكم ما تعملوش كيما الشيف بالمغارف قيس، وهو تبارك الله خبرة عينه ميزانه، ولكن احنا بالمغارفة باش نجيبوا الحكاية صحيح. باهي تو باش نحطوا عظمة خاطر لازمها تكون هشوش نتاعنا الفطيرة. باهي. خاطر احنا مانيش نعملوا في بيتزا، باش ناخذوا عظمة وشوية حليب عفيف.
وشويه حليب. شويه حليب والا حليب اون بودر زاد به برشا هذاك. اي سي فري ديما الحليب اون بودر زاد في العجينه يجي ياسر بنين. توا نبدا نحطه في الفرينه نتاعنا. بون احنا كي يبدا عندنا 200 مليلتر نحطوا 350، خدمنا على 350 بالطبيعه. انا عيني ميزاني اما العباد تحب توزن. اما انتوما وزنوا 350 بالضبط. ينجموا زاد عفاف يعملوا كيفي زاد هكا عادي، خاطر من بعد عينهم ميزانهم يبدوا يزيدوا بشوي بشوي. شوفوا تو تورينا انت التكستور اللي حاجتك. فوالا هكا بشوي بشوي. نزيد شويه فرينه انا هكا. فوالا. اوب. ونبدا نلم البات نتاعي بشوي بشوي. تلمها بشوي. لهنا قريب تتلم عفاف. اي. نجيبوا الملح نتاعنا. اه تو باش تحط الملح. تو باش تحطوا الملح ولا. اخر حاجة كيما قال لنا قبيل. اخر حاجة مو هي كي تبدا مازالت طرية شوية. مازالت طرية شوية، نحطوا الملح نتاعنا هكا. اوكي. فوالا لا كونتيتي سي بون. نلموا البات بالكدا. وتوا نبدا نزيدوا بالفرينة بشوي بشوي. نلوجوا على التكستور اللي حشتنا به. فوالا هكا. انت تحبها كيفاش طريه؟ طريه شويه. طريه شويه مش اللي تيح على الاخر. لا بما انه فطيره. فطيره فوالا دونك سي لوجيك لازم تكون البات طريه شويه. طريه شويه ولاميليورون هذاك يعاوننا برشا يحسن البات. مش العباد الكل تعرف تعملها هذايا. لا سهله بحق والله سهله على الاخر. سهله بفضل الشيف راهو ما يصعب علينا شيء باذن الله. لا سهله يتبعوا ليزيتاب هكا يتفرجوا سهله ينجح فيها. كهو تو رمضان على الابواب باش نكثروا من المعجنات راه باش نكثروا الشهاوي ونوليو كل شيء نحبوا نعملوه في الدار حتى الخبز نوليو نتشهيو باش نعملوه في الدار. باهي شيف مادام انت ركحت العجينه نتاعك انا نحب نحكي شويه على السيرفيس اينوكس نتاعنا نتاع اليوم اللي باش نستعملوه هو 32 بيس دو لا مارك لينيس. فيه اي حاجه تستحقوها في الكوجينه بيان سور باش تلقاو فيه مقفول وكاسكيس 8 لتر باش تلقاو فيه 3 فيتو 18 20 و 24 سنتيمتر باش تلقاو فيه 2 كاسرول بالكوفيركل نتاعهم 14 و 16 سنتيمتر باش تلقاو فيه سوتوز 20 سنتيمتر ويجي مع سيري دولوش 7 بيس ويجي مع 3 زازويت مزيانين بالسيبور نتاعهم ونحطوهم على الكوجينه نتاعنا وتوا عاد وقت القهوة العربي ويجي مع زيدا 2 غون تابليي و 3 سوبلا شفتوا الدليل مع ليناس دونك تلقاوه ديسبونيبل في زوز الوان فما في الدوغي وفما في الغوش لا مارك ليناس تلقاوها زيدا ديسبونيبل اون بليزيور كومبوزيسيون اخرين سولون لي بوزوان نتاعكم انتوما وموجوده وين موجوده على سيت جيرات.ان ولا تنجموا تلقاوها زاده في لي شوروم تاع جيرات لاغ دو لا ميزون تمشيو سور بلاس وتشوفوهم وعندكم لابليكاسيون زاده تاع جيرات تنجموا تهبطوها على التليفون واللي هي توفر لكم لي ديتاي كل نتاع اي برودوي باش تشريوها. باهي شيف دونك حاطين احنا توا البات نتاعنا باش تقعد ترتاح قداش؟ تبقى ترتاح لمده نص ساعه. نصيف ساعه تخمر هذا بينا في بلاصه دافيه. اي انا قربتها للفور هذا للفور صح يعمل كيف انا في الدار يسخن الفور يحط في الجو هذيك احسن حاجه. اوكي نرجع لكم بعد ما لقينا شيف نعملوا فارس من بعد نعملوا فارس نتاع نعملوا الفارس نتاع الفطيره نتاعنا. اقعدوا معنا اكيد تحبوا تعرفوا كيفاش باش تكون احوال الطقس نشوفوا
الويكاند هذايا احنا مازلنا في كوجينتنا المزيانه، كوجينتنا بيان سور اللي تعرفوا انا من تصميم ساره ديكو. ساره ديكو اللي تلقاو عندها جام كبيره برشا بتاع كوجينات، تلقاو دي دريسينغ، تلقاو دي بورت. احنا الكوجينه بتاعنا حبيناها في الكولور هذايا المزيانه اللي تحسسنا اللي احنا شيخين عاملين جو. نحب الكولور انا الالوان في الدار الالوان، حتى الكاليتي نتاع اللوح ياسر ممتازه، رابور كاليتي بري حاجه هايله برشا. الوغ شيف قلنا باش نعملوا الفارس تاع الفطيره نتاعنا، باش ناخذ شويه زيت نتاعنا هكا، والبصل بالطبيعه اول حاجه. اول حاجه زيت وبصل. باهي توا باش نفوحوا عفيف. خذينا البيمون غوج هذا، فلفل الاحمر، ثوم هذاك. نعم ثوم هذاك معاه، ثوم اي باش نحطوهم بعد في الاخر شويه. عندي كوير نتاعي هذايا هذا، وناخذ توا البولي نتاعنا. باهي فوالا البولي هكا هاشي عفيف حتى بالسكينة، حتى يبقى حتى كان مقصوص بلا ميل هكايا بالسكينة، مش شرط يبدا مرحي. ومش كل شيء راهو نعملوه بلحم مفروم، هو الاسكالوب والدجاج مفروم نعملوا به الدنيا كل برشا. وهذاك بالسكينة انا خدمته ما قلقش، مش لازم معناها هشوار كبيرة وحاجة كبيرة. تو نزيدو نفوحوا تو، نحطوا كاتري بيس، راس حانوت، شوية هروس، هروس شيح، ونحب انا برشا هذي جونجونبر عفيف، جونجونبر زنجبيل، فلفل اكحل وملح، واللي يحب يحط شوي موتارد ما يسالش، يمشي مع الفولاي، يمشي مع الدجاج ديما المتاع. توا نخلطوا الميلونج تاعنا بالكدا. اخر حاجه باش نحطوا الثوم هكا. هي هذا بنا وقوة ومنفعة زادة فيه، هكا ولي كل شيء فيه موزوز شوي زادة هكا. باش نمرقوا بالماء، ماء دافي بيان سور. احنا كيما العادة نستعملوا البويواغ نتاعنا نتاع بيولوكس، قلنا وأنه راهو باش نمرقوا دو بريفيرونس تجينا الماكلة أبن وتطيب مليح كي نمرقوا بالماء السخون. انا لا شانس اللي عندنا البتيت الكتروميناجي الكل والجراند الكتروميناجي اللي في الكوجينه نتاعنا من عند لا مارك بيولوكس اللي مهنيتنا الحقيقه في الاطباق نتاعنا الكل، ونستخفوا بها كالبولوار في كل شيء. شيء كبير. احنا تو هكا خلوها عفيف تنشح من الماء، يكون الفرس تشرب الماء نتاعها سي سي بون. بعدش نزيدوها شويه جوتا سيتو في الاخر. الله الله. بعدش نزينوا بالفروماج وقت اللي نحلوا الباط بتاعنا، هذيك ليتاب الاخرانيه بالكل. اوكي شايف ملعين، انا نرجع لك من بعد. باهي اوكي مرحبا. احنا باش نمشيو مباشره لفقره رونديفو سونتي. لي كور نتاع لي كومبليمون اليمونتير، شكون فينا ما استعملهم، شكون فينا ما خذاهمش؟ فما اللي بنصيحه من الطبيب، فما اللي بنصيحه من اخصائي التغذيه، وفما اللي وحدنا هكيكا ولا نلقاهم يتباعوا على الانترنت نشجعوا وناخذوا منهم. لي كور هذوما ينجموا يكونوا باهين لنضاره البشره، يكونوا لصحه الاظافر، للشعر، زيد كيف كيف للارق، لقله النوم وبرشا حاجات اخرين. لكن هل المكملات الغذائيه هذيا وحدها كافيه؟ وهل هي حل لمشاكلنا الكل؟ هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه مع اخصائيه التغذيه هدى بن عثمان اللي ترجع بحذينا هذا الصباح. اهلا وسهلا هدى. صباح الخير. مرحبا. عايشك عفوفه. هات نبداو نفسروا للناس اش معناها مكمل غذائي؟ باهي. الوغ المكمل الغذائي هو فما برشا في السوق موجودين، سواء كان ينجم يكون هو مجموعه نتاع املاح ومعادن وفيتامينات. كما تنجم تلقاه في حاجه بركه، مثلا تلقاه في حديد كاو ولا فيتامين واحده بركه، مثلا فيتامين دي ولا فيتامين او، والا كومبينيزون تاع زوز معادن. دونك ديما نردو بينا بيان سور، على خاطر في السوق كل شيء موجود بالضبط، لكن اي حاجه لازم تكون اذا هي لصحتنا دونك لازمك تلقاها تتباع، سواء كان في صيدليات ولا في صيدليات في فارماسي ولا باغا فارماسي. باغا فارماسي زوز دونك لازم يتباعوا في الفارماسي ولا في لي باغا فارماسي. هذه حاجه نجم نعرفوا بها على الاقل السيركوي اللي جاو منه، نعرفوا اليوم مرخصين من وزاره الصحه اتسيتيرا. فوالا هو راهو ساهل انك باش تقول حاجه عندها افيكاسيتي انك تعمل لها ببليسيتي، وتوا كل شيء ساهل محلول عادي. دونك او موا الاخرى نعرفوا منين المصدر نتاعها، ابسط شيء ان ناخذوها عن طريق
يجوز بلايص هذو. فوالا. باهي شكون اللي يستحق المكملات الغذائية؟ فوالا دونك انا اليوم باش نحكي سبيسيالمون على 8 حالات نجم نقولوا هما بالحق يستحقوا. دونك انا كاخصائي التغذيه باش نبدا بالعباد اللي تعمل في الحميه. دونك ثم ناس تعمل حميه قاسيه عفيف والا يعمل حميه نسميوه احنا لو ريجيم ديسوسي. اش معنى ديسوسي؟ معنى يعدي نهار مثلا هو ياكل في تفاحه، يعدي نهار هو ياكل في الاسكالوب سكالوب. دونك سي دي ريجيم اللي يختاروا فيهم نوع نتاع اغذيه وينحيوا برشا انواع اخرى. دونك هنا ينجم يكون فما نقص من الاملاح صحي. دونك العباد هذوما بيان سور انا مانيش باش نشجع عليهم النوع نتاع الحميات هذوما، لكن اخف الاضرار اذا انت تعمل في الحميه هذه. به وفما العباد اللي تعمل السليف ولا الباي باس، معناها اللي يقص المعده كما نقولوا احنا بصحته برشا وعمل العمليه واللي ماشي نجم ياكل كونتيتي كبيره صحيت ويواجه عنده مشكله في استيعاب الاملاح والمعادن. دونك في اغلب الحالات اون جينيرال الطبيب يعطيهم مكمل غذائي، معناها يبداو على علم وتكون الطبيب نتاعهم هو اللي عطاه. عندنا حالات الناس اللي عندهم ليزاليرجي اليمونتير، عندك حساسيه لماكله معينه والا عندك مشاكل في الهضم، دونك الهضم يكون يعمل مشكله في استيعاب الاملاح. دونك هوني من المستحسن يكون عندهم كيف كيف مكمل. نلقاو لي فيغان معناها نباتيين معروفه اون جينيرال تو سكي معناها جاي من الحيواني ما ياخذوش. دونك النقص باش يكون بارز وهوني زاد يعاونوا رواحهم. نلقاو العباد اللي عندهم سوء التغذيه. اش معناها سوء التغذيه؟ احنا الناس الكل توا واغلب العباد كلنا عندنا سوء التغذيه خاطر المشكلة في الوقت وإحنا سلوكنا اليومي نتاع اجري وخدم وتحرك من هنا ومن غادي، معناها كل نابورت كوا باش ترضي كل الجوع ونابورت كوا. هذيك أغلب الأوقات تكون أن ساندويتش مثلا تلقى مركزة ياسر على الخبز وفيه كل واحد شنو يحب. هوني باش نقول اللي راهي راني مش انا اللي نقول فيها، هما دي زيتود صاروا على الماكله نتاعنا لو ريجيم ميديترانيان، اللي الماكله اللي طايبه بزيت الزيتونه اللي في وسطها كيما نقول انا الخضره والبقوليات، مرقه الخضره، الجلبانه، اللوبيا، الجيري نتاعنا، راهم هذوما راهم مجعولين باش يكونوا من احسن الحميات. وي هذيا بالحق عطاوها الاسم انها من احسن الحميات لريجيم ميديترانيان. دونك احنا نحاولوا باش نمشيو شويه معناها ماكلتنا اللي طايبه بالزيت زيتونه نتاعنا. دونك هنا باش تكون صحتك خير، باش تكون متوازن اكثر. نعرف اللي صعيب، تعلم هز بانيه، تعلم هز ماكلتك اللي طايبه في الدار، سي بوكو بلو نقول انا. لكن مش معناها انت باش تاكل معناها عندك سوء تغذيه ولا تاخذ دي ساندويتش وتكمل بالمكمل الغذائي. إيه باش يعاود معناها هو ماذا بيك تعمل تطلع على ماكلتك كومي حتى كان باش يعاون. سي امبورطون انك اسمه مكمل وما نقعدش نعيش به حياتي كامله هكاك بالطريقه هذيك. بيان سور نحكيو من بعد على كيفاش الاستهلاكات. باهي نلقاو العباد زاده اللي تشرب برشا القهاوي، اربع خمسه قهاوي في النهار، يعمل مشاكل في استيعاب الحديد، في استيعاب الزنك، في استيعاب المغنيسيوم. دونك هذوما زاده يلزمهم المكمل الغذائي. نلقاو الناس اللي مثلا باغ اكزومبل انت جاتك فتره ستريسونت برشا وتحس عندك ضغط كبير، خدمه، اكزامان، امتحانات، بيريود صعيبه، دونك ينجم يكون المكمل يعاونهم في البيريود هذه. نلقاو العباد لي سبورتيف، دونك حاجتهم بطاقه معينه في فتره معينه يعاوننا. ونكملوا في الفتره اللي احنا فيها توا، فتره العدوى، فتره الجريب، للمناعه. للمناعه دونك سي تري تري انتريسون انه باش نعملوا اون كور نتاع مكملات غذائيه. يقول القائل اسكو ناخذهم وحدي ولا لازم يكون هذا تحت اشراف مختص في التغذية، طبيب، كيفاش؟ شو هو احنا عندنا حاجتين مكمل الغذائي، عندنا الوقاية وعندنا العلاج. باهي كي احنا باش نقولوا باغ اكزومبل، نعطي اكزومبل نتاع ثم حاجات انت تحس بيهم. خلينا نعطيك كيلكو زيكزومبل باش العباد تفهمني. مثلا انت عندك عندك وجيعة راس معناها مستمرة وعندك مثلا معاها ارتفاع في ضغط الدم. هذوما مثلا العباد يستحقوا المغنيسيوم. عندك وجيعة راس اما انخفاض في ضغط الدم، هذوما يستحقوا صوديوم. مثلا عندك مشكله باغ اكزومبل عندك خمول ديما تاعب ديما فاشل، دونك هذوما يستحقوا بوتاسيوم. عندك باغ اكزومبل مشاكل في الالام في العظام، هشاشه العظام، هذوما يستحقوا البرون. اذا انا في بيريود نتاع هكا مناعه ناقصه نستحق الزنك. عندك الشيب نستحقوا النحاس. عندك ريزيستانس الانسولين نستحقوا الكروم. دونك اذا ثم عوارض سيستيماتيكمون باش يكون الفحص يكون عند اخصائي اللي هو باش يعرف الحاله وساعات يعمل التحليل ونجم يعطيك المكمل. فوالا دونك هنا ثم اعراض، دونك لهنا يولي علاج. الوقايه للحالات اللي حكينا عليهم احنا بكري هذوما صحيت الحالات هذوكم يتسموا وقايه. كيفاش لا دوغي وكيفاش نستعملوها؟ اذا انا باغ اكزومبل نعمل في
ريجيم والريجيم تاعي مثلا شهرين ثلاثه سيستماتيكمون باش نقعد ناخذ لاكور بوندون الفتره هذيك. انا عندي بيريود دو ستريس باش ناخذ مثلا الفتره هذيك نتاع الشهر هذيك. دونك ما فماش عبد باش يقعد عايش بها على المدى الطويل. هو يلزم تحسن ماكلتك ويكون هو مكمل في البيريود اللي انت حاجتك بها. دونك سي امبورطون ما ينجمش يكون حاجه كونتينيو هكا. باهي نزيدوا شويه نصائح. وقتاش ناخذوا هالمكمل الغذائي؟ ناخذوا في الصباح، ناخذوا مع الماكله في الليل، وقتاش؟ شو هو المكمل الغذائي؟ فاحنا عندنا برشا معناها ينجم يكون اللي فيه ملتي فيتامين مع دي نوتريمون، كيما ينجم يكون واحد وحده معناها كيما نقولوا حديد وحده ولا فيتامين دي وحده ولا مغنيسيوم وحده. دونك ما نجمش نعطي اجابه كومون في كل شيء. نعطي اكزامبل مثلا مثلا انا عندي باش ناخذ مكمل نتاع فيتامين دي. مثلا الفيتامين دي من المستحسن تتاخذ بعد الماكله وجبه دهنيه ونحطه في شويه زيت زيتونه ونشربه. دونك هذا دور نتاع الفارماسيان معناها ولا انت منين شريت ولا الطبيب نتاعك باش يقول لك كيفاش. مثلا الحديد نقولوا ابعد شويه على لي برودوي ليتي معناها بعيد على الكالسيوم باش يكون الاستيعاب نتاعو باهي. دونك انت اون جينيرال على البواط باش تلقى موجوده لا كونتيتي. اذا قال لك جيلول وحده سي جيلول وحده، ما تقولش انا اي بار ناخذ ثانيه نعطي مفعول صحيت. سورتو يقول لك طبيعي وهو ابخي تو شنو هي؟ حاجه لكن الناتوريل اللي انت تحكي عليها. نجم نعملوا اوفر دوز دو فيتامين. بيان سور. بيان سور. نكون نحل في اشكال نعمل المشكل. بيان سور. انت كي تقول لي طبيعي وتقول لي ناخذ قد ما نحب، هنا زاد تكون عندك حساسيه. للمكملات هذيا دونك يفو فيغ اتونسيون. من المستحسن ديما للدياغنوستيك يكون عن طريق اخصائيين معناها تكون اقل الاضرار. دونك الكور ومده الكور حسب شنو نوع المكمل. اذا تريتمون طبيب باش يقولها لك، اذا وقايه كما حكينا حسب الحاله اللي احنا فيها في البيريود هذيك. نجموا نعملوا بليزيور كور مع بعضهم؟ بيان سور. ينجم يكون مثلا المكمل الغذائي انت ثم كونسنتراسيون معينه حاجتنا بها خاطر ظهر التحليل ناقص وانت حاجته باش يعطي ان ملتي فيتامين اون باراليل. ينجم يكون هنا تولي حسبه اما ما نعملوهاش وحدنا، لازم الاخصائي يعملها. معناها مهمه انها تكون بريسكريت معناها ميديكال ماهيش بريسكريبسيون ميديكال. المكملات الغذائيه هل هي حل لمشاكلنا الكل؟ باهي هي تسهل علينا حياتنا برشا. هذه حاجه مهمه لازم نعرفوها، لكن زيدا اسمه على جسمه مكمل غذائي. يعني انت باش تكمل على تغذيه سليمه اي اون بون هيجين دو في. هذه للاشخاص اللي انا حكيت عليهم الحالات الكل. لكن فما حالات هنا نردوا بينا الحلول ماهيش ديما للناس الكل. اربع اشخاص يلزمنا هذوما يردوا بالهم ما يستعملوش مكملات غذائيه. اول حاجه المراه الحامل. المراه المرضعه. ان انفون مثلا صغير تحت العشر سنين. وعندنا العباد اللي عندهم مشاكل صحيه، ينجم يكون سكر، دم، عندك لي زونتي كواغيولون، معناها انت كي تجي تاخذ مكمل غذائي ساعات مع دواء يعطي انتراكسيون نيجاتيف، معناها ينجم يعمل تفاعل سلبي مع الدواء نتاعك ولا ما يخليش يضر ما ينفعش. يولي يضر، دونك احنا لهنا مكمل غذائي ما عندكش مشاكل صحيه باش تستعمله ما تخافش اذا انت تبعت النوتيس نتاعك، اذا عندك اي مشكله ولا اي احاسيس ولا عوارض من هنا تتجه للطبيب نتاعك ويعطيك ومن بعد انت وحدك تفهم وبقدره ربي. هو اذا ثم توازن غذائي وفما المكمل الغذائي لهنا باش يكون فعال بيان سور. ميرسي يعطيك الصحه. شكرا لك اخصائيه التغذيه هدى بن عثمان. احنا مازلنا معاكم باش نخرجوا فاصل اشهاري وراجعين.